جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول امرأة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بذلك أشد الإيمان، وتبتعد عن المعاصي قدر استطاعتها، وتبكي عندما تذكر الله تعالى، وتؤدي الصلاة في أوقاتها، ولكن يا فضيلة الشيخ دائما يأتيها شك في بعض الأمور التي هي من اليقين، وهي دائما تخاف من الموت ولا تحبه، وهي تبكي كثيرا، لعل الله أن يزيل هذا من قلبها وأن تحب لقاء الله، وهي تدعو كثيرا كثيرا أن يبعد الله عنها هذا الشك، ولكن ما زال في نفسها. فهل هذا يدل على عدم رضا الله عنها؟ وماذا تفعل حتى تصل إلى صدق اليقين؟ جزاكم الله خير. أما كونها تحب الله ورسوله فهذه علامة خير، كذلك كونها تحافظ على أداء الفرائض فهذا هو الواجب وهذا خير والحمد لله. أما ما يعتريها من الشكوك والوساوس التي لم تتكلم بها وإنما هي وساوس في نفسها، إنها لا تؤثر عليها ولا تهتم بها لأنها وساوس من الشيطان، وعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان ولا تتكلم بها. وأما أنها تكره الموت فهذا شيء طبيعي في بني آدم ولا حرج عليها في ذلك لأنه شيء طبيعي، ولكن عليها أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييها ما دامت الحياة خيرا لها، وأن يميتها إذا كانت الوفاة خيرا لها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن يقول المسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يجعل الأمر مفوضا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.